امبارح زوجة اخوي الاسياء تساوي هيج طبعا وضعت الولد الثاني اللي هو عز الدين. طبعا الشباب اجتمعوا هون عشان يتحلوا ويهنئوا حمزة في قدوم ابن اخوه وعز الدين. فكان عاصم جابهم من كنافه وقعدوا يتحلوا، ونافع الشهيد رحمة الله عليه كان حامل الكنافه ونزل على الحارة يحلي اهل الحارة بوقتها. بعد ما حلى اهل الحارة طلع على البيت. طبعا فجأة حسب ما حكوا أهل الحارة إنه صار اقتحام القوات الخاصة. طبعا هجمت القوات الخاصة على البيت حكوا لنا، وصار الضرب على البيت طخ واشتباك وبيحكوا، وطبعا ضرب الصوتيات والكواء. طبعا مضى هذا ساعات، عدة ساعات يعني. طبعا خلال هاي الساعات كانت عدة أخبار تطلع، الناس مشوشة كل دقيقة يطلع خبر، ساعة حمزة استشهد، في شهيدين، حمزة انمسك. طبعا ما تبينش الأخبار آخر شيء إلا بعد ما طلعوا اليهود، بعد تقريبا بجوز بنص ساعة يعني إجوا وصار يقولوا في إصابتين عند اليهود اللي هو علي ونافع السعدي. بعد شوي حكوا إنه استشهد نافع رحمة الله عليه وعلي مصاب. أما وحتى طلع خبر على العبرية إنه حمزة تم اعتقاله. بعد هيك تبين إنه أهل وهي بيحكوا لا ما تمش اعتقاله، الناس شايفينه مهارب يعني، وكاين معاه اصحابه اللي كانوا معاه في البيت يعني القسم الثاني اللي هرب يعني، وكان قدر لنافع انه يستشهد في البيت. والله مش قادر اطمن لانه ما حدا شافه، ما حدا شاف شو صار معه هو يعني، اذا كان متصاب مثلا تضرر من اللي صار، إيه هو فعلا كان هارب يعني ما مسكش مثلا، لانه ولا اي وسيله اتصال مع حمزه قادرين يطمنا على حمزه لحد الان.